حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث والمحلل السياسي سالم اليامي بعد التحية. حمد بن جاسم، هذه الشخصية المتناقضة بحد ذاتها والذي يتصدر المشهد السياسي وأميرا للبلاد دون تعيين، لطالما كانت طبعا سياسته المتناقضة المثيرة للجدل، كما سمعنا من خلال هذا التسريب بأنه يدعو السعودية أن تعامل قطر كالشقيقة الصغرى، لكنه يتآمر على السعودية. هل ممكن أن تحدثنا أكثر عن هذه الشخصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة وأحيي يعني السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني هناك إشكالية يعني تحوط بالشخصيات القيادية أو الشخصيات التي كانت تصمم وتنفذ السياسة القطرية منذ عقدين ماضيين، فمنذ 1995 حقيقة قفز إلى المشهد بطريقة يعني غير مسبوقة وغير مرتبة وبدون جذور حقيقة، سواء لصناعة السياسة أو لصناعة الأشخاص. حتى أحد الشخصيات التي برزه هو وزير الخارجية القطرية السابق حمد بن جاسم، وهذا الرجل في الحقيقة يعني امتدت نفوذه ورؤاه الشخصية وانسحبت على السياسة القطرية على مدى هذه الفترة، وربما هي موجودة إلى اليوم. يعني هناك كثير من المحللين حقيقة، ولعل ما يؤكد هذه النظرة هو خروجه عندما بدأت الأزمة في لقائين مهمين عبر القنوات الدولية وهي قنوات أمريكية، وتحدث وكأنما يريد يعني وضع الأزمة في صورة ما أو إيصالها إلى صناع القرار في الدول المتقدمة بطريقة ما تناسب أو تنقذ يعني الدوحة من كثير من المعضلة التي وجد فيها. حول التسريب حقيقة وحول هذه التسريبات وحول هذه الرؤى الشخصية، أعتقد أنه هذا الرجل ومعه يعني الأمير الأب الشيخ حمد كانوا يتقاسمون هذه الرؤية، ويدل على ذلك التسريبات السابقة والتسريبات اللاحقة، وربما نفاجأ في يوم من الأيام بتسريبات أخرى، كلها تؤكد السعي، العمل، التواصل مع أطراف أخرى بما يحقق أو بما ينجز يعني سلوكا سياسيا يهدد أمن واستقرار دول الجوار، يعني في مقدمتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والدول الأخرى. والغريب حقيقة والذي تساءل عنه كثير من المحللين وكثير المراقبين أن مثل هذا السلوك يمكن أن يخدم أطرافا أخرى غير قطر، ولكنه لا يعود بأي نفع على السياسة الخارجية القطرية أو على المواطن القطري أو على حالة الوضع السياسي في قطر. وهذا حقيقة مما يسمى ب يعني السياسة العبثية، يعني هنا سياسة عبثية مورست على مدى العقدين الماضيين، رموزها واضحين كأشخاص ورموزها واضحة أيضا كمسارات وكتأثير على يعني مجمل العمل السياسي الخليجي. يعني هذه الشخصية حقيقة يعني كونها جدلية هي ليست جدلية في الحقيقة، هذه الشخصيات هي شخصيات محرضة بالدرجة الأولى يعني، ويدل سيد على ذلك سالم. نعم، ربما هذا يعني يقودنا إلى أن نقول أو نتساءل، هل فعلا حمد بن جاسم هو الذي يدير أزمة قطر، مع أنه قد تنحى أو تم أربع يعني تنحي حمد بن جاسم عن رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية اليوم ربما بعد أربع سنوات، أنه اليوم لم يتورع عن المشهد السياسي في قطر؟ يعني هل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل هو من يدير هذه الأزمة أو بشكل أو بآخر؟ نعم، حقيقة الارتباك الذي أظهرته يعني أو ردود الأفعال القطرية على النقاط ثم على التعامل مع هذه النقاط ثم على يعني عدم الرد عليها بطريقة يعني تظهر الرأي الحقيقي وتظهر من الذي يتحدث وتظهر من هي الجهة في داخل قطر التي تبدي هذا الرأي وتدافع عن يعني موقفها، إلى الآن لم يتبين. هذا ما يؤكد مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن ربما أن يعني الشيخ تميم هو الذي يعني نظريا موجود في سدة الحكم في قطر الآن لا تزال يمارس عليه كثير من الضغوط، وربما كثير من القضايا تحل أو تقرر بعيدا عن رأي الشيخ تميم ربما، ويؤكد هذا هو يعني تراجع الدوحة عن ما وقعت عليه في العام 2013. يعني لا يمكن لشخص يعني يقود دولة ويلتزم مع قيادات خليجية في مستوى ملوك ورؤساء دول يعني أن يتراجع عن هذا الشيء. الشيء الآخر هو وجود الأب، وإحنا استمعنا إلى كثير من التسريبات أن الأب لا يزال حقيقة يعني يجلس في المقعد الثاني ولكنه يقود
الدوحة. بالنسبة للرؤية الدولية وبالتعامل مع الجهات الدولية وبالنسبة مع تسويق رؤية قطر في الخارج، لا يزال حمد بن جاسم هو في تقديري الشخص الأول الذي يسوق لهذه الموضوع، وهو توارى في الفترة الماضية ولكنه عاد عندما أطلت الأزمة برأسها، لأن كثير من الملفات التي هي سبب في الأزمة هو أحد اللاعبين وأحد المنتجين لها. نعم، من الرياض الباحث والمحلل السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.